الله وبركاته. أعزائي طلبة السادس الإعدادي الفرع الأحيائي، أهلا وسهلا بكم في نموذج آخر لأسئلة امتحان وزاري خاص بمادة الأحياء. هذا نموذج لأحدى الأساتذة الأستاذات لنموذج وزاري. السؤال الأول، عرف ما يأتي: النسيج التناضح، الوسادة التناسلية، الاستروجين المودق، الخنثيات، حبيبات نسل. فالسؤال فرع باء، ما منشأ ما يأتي: الخلية الأنبوبية، غشاء الثايلوكيويد، وهرمون البروجسترون، والأجسام المضادة، والبيول في الضفادع، والجسيمات المركزية، والنواة المدمجة. أيضا عندنا فرع جيم، وضح بالرسم نسيج اللحاء مع التأشيرة. السؤال الثاني، قارن بين ما يأتي: الصفيحات الدموية والخلايا الخثرية، النسيج الظاهر العمود المطبق، والنسيج الظاهر المكعبي البسيط، والطور الاستوائي الأول والطور الاستوائي الثاني. ما موقع ووظيفة ما يأتي: الخلية الأم للأبواغ الكبيرة، الأقنية الصادرة، التصالبات، النسيج المرستمي القمي، المواد الحاملة، الأقراص البينية، عامل الخصوبة، الخلايا الحوصلية. اذكر وظائف جهاز كولجي. أيضا عندنا ماذا ينتج في الحالات التالية: نمو غلاف البويض، إنتاج الهستامين، عملية العبور، نشاط غدة قناة بيض الضفدع، انقسام الاختزال الأول للخلية البيضية الأولية، رشح وحقن مبايض بعض الأزهار بهرمونات نباتية خاصة. ارسم ما يأتي: عملية البلعمة، ظاهرة تعاقب الأجيال. اذكر ميزتين فقط لكل من ما يأتي: الخلية المستلمة، الليف الأبيض، البلاستيدة عديمة اللون، والبلازما. أيضا عندنا مثل لما يأتي: كائن خلايا ذات كروموسوم 12، نسيج مستمي جانبي، خلية جسيمية 1 س، وطور مشيجي في السرخسيات، وحافظة الأبواغ الكبيرة، وثمار متجمعة. فرع باء، من المسؤول عن ما يأتي: صلادة الغضروف، الإسنات في النسيج الضام، تنظيم وانتقال المواد في الخلية، تكوين الألياف الحيوانية، التحكم بالدورة المبيضية، تكوين الكربوهيدرات الخلية النباتية، وإفراز الهرمونات استروجين. السؤال الرابع، علل ما يأتي: تعد عملية تثبيت ثنائي أكسيد الكربون عملية بناء المواد العضوية، تسمى العضلات الهيكلية بالمخططة، بعض الأنواع يكون تكاثرها عذريا فقط، وجود الجسم الطرفي في نطفة الإنسان، يلجأ الإنسان إلى التلقيح الاصطناعي، توجد غدة كبر في جهاز التناسل الذكري للإنسان. ما نوع النسيج؟ السلاميات، حويصلات الرئة، الكمثرى، جدران الأمعاء، أدمة الجلد، الرغامي، الدم، بطانة النبيبات المنوية. أيضا في أي طور ودور تتخلق البروتينات، تنكمش وتتغلظ الكروموسومات، تنفصل الأجزاء المركزية، تتكون النوية، الانقسام السيتوبلازمي، تضاعف كل كروموسوم إلى كروماتيدين واضحين. ما المجموعة الكروموسومية للألكترونيوم والأبواغ والطور البوغي والنواتان القطبيتان والنواة الأولية؟ الذكرية والسليفات النطف. ما التركيب الكيميائي للجدار الخلوي للخلية البكتيرية والغشاء البلازمي والخيوط الدقيقة؟ املأ الفراغات، تستطيع الطلعيات أن تحافظ على توازنها المائي بسبب فراغ، فراغ يقوم بنقل السيلات العصبية بعيداً عن جسم الخلية، يتكون البلعم الأولي من فراغ، تتمثل التجمعات الكربوهيدراتية في السيتوبلازم بفراغ كما في فراغ، فراغ تمثل أول مرحلة من الطور المشيجي للحزازيات، تلتهم فراغ خلايا الدم الحمر الميتة، وعندنا تقوم فراغ بنقل الجزيئات العضوية داخل جسم النبات، ويتكون جسر فراغ بين البكتيريتين المقترنتين. يعمل على فراغ، فراغ تمثل مخازن الغذاء، يستخدمها الضفدع للماء المناسل في فصل السبات، تتكاثر اليوغلينا لاجنسيا بطريقة فراغ، والفطريات تتكاثر بطريقة فراغ. أدوار حبوب اللقاح هي فراغ. هذا نموذج أسئلة، أتمنى إذا أعجبكم الفيديو.